من فترة طبعا بدأ الحديث، خلاص قربنا العام الدراسي أوشك على الانتهاء، والامتحانات والثانوية العامة وموال كل سنة. النهاردة أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن امتحانات الثانوية العامة 2024 هتبدأ يوم 10 يونيو 10/6 المقبل وتنتهي يوم 20 يوليو 2024. ووضحت الوزارة في بيانها أن المواعيد دي تم تحديدها في جدول الامتحانات ولن تتغير، بحيث أن الامتحانات هتبدأ بالمواد الدراسية غير المضافة للمجموع، ثم يحصل الطلاب على أجازة بمناسبة عيد الأضحى ويبدأ امتحان المواد الدراسية الأساسية يوم 22 يونيو، وده وفقا لترتيب جدول الامتحانات. احنا معانا الأستاذ شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ شادي أهلا بيك معانا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك للساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير، كل سنه طيب. بمناسبه احنا لسه في ايام العيد، وكمان بمناسبه الاعلان عن جدول امتحانات الثانويه العامه اللي هي يعني حديث كل اسره مصريه، عايزين نتكلم اكتر بقى عن طبيعه الجدول والاجراءات المتخذه في سير العمليه. هو طبعا يعني الاعلان عن جداول امتحانات الثانويه العامه هو تم منذ فتره مش بعيده يعني، وزي ما حضرتك ذكرت هو يبدا يوم 10 يونيو المواد غير المضافة للمجموع، والمواد المضافة للمجموع تبدأ يوم 22 يونيو. والحقيقة إن يمكن النهاردة تحديدا أصدرنا بيان بنستعرض فيه جهود الوزارة فيما يتعلق بضمان انتظام سير الامتحانات لشهادة الثانوية العامة بمناسبة اقترابها إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق لجميع الطلاب. ويمكن كان في بعض النقاط اللي يمكن بتثار في هذا الموسم من الامتحانات دائما، فالنهاردة كان البيان اللي أصدرته الوزارة هي رسالة طمأنة وتأكيد على الإجراءات اللي خدتها الوزارة منذ بداية العام وحتى الآن، ويمكن الإجراءات كمان المقبلة والمتعلقة بانتظام سير اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة. فيمكن كان من أهم النقاط اللي أكدنا عليها النهاردة إن تم منذ بداية قبل بداية العام الدراسي كمان يوم 13/7 تحديدا، كان في تشكيل للجنة مركزية داخل الوزارة لتلقي طلبات التحويل الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي. دائما في التوقيت ده قبل بداية العام بيبقى فيه كثير من طلبات التحويل ما بين سواء داخل الإدارة التعليمية مظبوط أو الإدارات المختلفة. يمكن أنا كنت بتابع مع حضرتك شخصيا المسألة دي قبل في بداية العام الدراسي. بالضبط. فالحقيقة كان في توجيهات من الدكتور رضا حجازي بأن يكون في لجنة مشكلة تنظم الموضوع وتبت في كل الطلبات المقدمه، بحيث ان الطلبات المستحقه فعلا للتحويل واللي اغلبها بيبقى متعلق بنقل محل السكن او نقل محل العمل، فدي بيتم الموافقه عليها. ويمكن الحقيقه ان الوزاره تلقت 12375 طلب تحويل، تم قبول منهم فقط 4824 طلب والباقي تم رفضه، يعني طبعا لان ما كانش في اسباب او اوراق ثبوتيه خاصه بطلبات التحويل او كده. دي كانت اول سنه يتم فيها تشكيل لجنه زي دي يا استاذ شادي، مظبوط؟ دي حقيقه. وده اجراء هيبقى متبع ان شاء الله كل عام، يعني بحيث ان يكون في اليه منظمه يتم من خلالها البت في طلبات التحويل والتاكيد ومعرفه الاسباب وهل هي تستحق فعلا التحويل ولا لا. ويمكن طبعا كمان في يعني من ضمن النقاط المهمه ان في مدارس معينه وادارات معينه كان مرفوض تماما الانتقال ليها. ويمكن دي ده من باب ايه بقى؟ يعني كان بيثار في بعض الاحيان ان هي بتبقى فيها لجان محدده ان الطلاب بيبقوا عايزين يحولوا ليها او كده، فالوزاره قفلت الموضوع ده من بابه تماما خالص، يعني هو هذه الادارات وهذه المدارس لا يوجد لها تحويل تماما. فطبعا يعني هو الحقيقه ان دي اليه حددت ودققت فيها الوزاره بشكل كبير جدا علشان تاكد على كل طلبات التحويل الخاصه بطلاب مرحله الثانويه العامه تحديدا. ويمكن بالتوازي كمان ان شاء الله باذن الله احنا بنستعد باجراءات جديده متعلقه بمواجهه ظواهر الغش المختلفه سواء الغش الالكتروني او غيره داخل اللجان، وباذن الله ان شاء الله يعني يكون في ضمان لانتظام ان شاء الله الامتحانات بشكل كامل ان شاء الله باذن الله. طبعا هي في اجراءات كتير كمان متعلقه بتيسير عمليه الامتحانات. احنا طبعا امتحانات الثانويه العامه بتبقى في الصيف، وفي اماكن بيبقى فيها مشاكل بالنسبه للطلبه في الحر.
باذن الله ان شاء الله. طبعا هو بيجري حاليا استعداد لاماكن اللجان وموقعها وتجهيزها واللوجستيات المتعلقه بيها. أيوة. وطبعا هيتم الاعلام بالكامل ان شاء الله قبل البدء الامتحانات عن كل التفاصيل ان شاء الله. انا بشكرك جدا الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، وبنتمنى التوفيق لكل ابنائنا طلبه الثانويه العامه.